يا صباح الخيرات عن جديد. كثير من الصبايا عادة بيحاولوا انه يتخلصوا من الوزن الزايد عن طريق اتباع رجيم خاص وقاسي، بس غالبا هي الطريقة بتفشل وما بتكون النتائج مرضية، وهذا الشيء بسبب اخطاء ومفاهيم خاطئة كثير منتشرة بينات الصبايا. تماما، ليش محددة صبايا يعني؟ حتى شباب. الشباب لا، الشباب كونكم تلجؤوا للكوتش والجيم للنادي، بننزل بسرعة، التزام، نازل 7 كيلو ب 45 يوم، رائع. ايه بعدين اعملي فقرة معي بقول لك السر. اليوم على كل حال خصصنا الموضوع معلش للصبايا والنساء بفقرة التغذية لنحكي عن أكثر الأخطاء الشائعة بالنسبة للحميات وشو الطرق الصحيحة لتفاديها. هذا الموضوع مع استشارة التغذية والحميات الدكتور عمار خضور. صباح خير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن الصبايا يلي أحيانا بيعرفوا حال وصلوا لوزن زايد وما لهم فاضيين أو مو جعبالهم يكون في عندهم اختصاصي تغذية مشرف على الوجبات الصحيحة تمام. والدقيقة وإمداد الجسم بالفيتامينات المعادلة. الطريقة السريعة بحرم حالي من الأكل تماما، وهذا أكبر غلط. خبرنا عن هالمفاهيم الخاطئة وشو الانعكاسات على الجسم. تماما، هلا أكثر شيء عم نواجهه بالعيادة وسواء مع الأصدقاء والمجتمع الحوالي، الصبايا اللي عم نشوفهم انه كله بده ينزل وزن بفتره سريعه جدا. كله بده ينزل باسبوع 5 كيلو و7 كيلو و10 كيلو بشهر، وبده يحاول يعني قدر الامكان يوصل للوزن اللي بده اياه بسرعه. وهن الوزن الكسبانين هذا الدهون المتجمعه هي عندهم هي متراكمه عبر تماما عبر يعني ممكن طويل. سنوات يعني، وبدهم يختصروا عليهم هالشغل السنوات اللي هن عم يعبوا فيها دهون 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 باسبوع واسبوعين. طبعا هذا الشيء منطقيا يعني كثير كثير غلط، مستحيل يعني كيف واحد انه له سنوات عم يجمع هذا عم الوزن يقدر يخسره مثلا بيسرع. تماما يقدر يخسره لهي الدهون باسبوع واثنين وثلاثه او شهر حتى لنفترض. فلهيك عم يلجأوا لاساليب كثير سيئه يعني حميات صارمه. يعني ممكن تشوفي صبيه بتجي لعندي على العياده بتقول لي انا دكتور عايشه على السلطه لي اسبوع. على السلطه لك اسبوع؟ يا الله ما متي. او على التفاح واللبن او التمر واللبن. تمر ولبن، تفاح ولبن، تفاح وحليب. كثير اختراعات كمان شيء بشوفوه على الفيسبوك على اليوتيوب. بس يعني هذا هو الموضوع، هو الفيديوهات عايزه تخسي ايوه 20 كيلو في شهر. لا وكثير يعني انه بدك تخسري دهون الورك باقصى سرعه. ايه يعني بحددوا الارداف هذا طبعا ما في شيء. طبعا بعلم التغذيه كلياته ما في شيء اسمه انت تاكلي اكله معينه تروحي يعني انا بس خفف لي بطني واترك لي الشيبين كامل. ايه بس طبعاً. هيك ما في هيك شيء. الدهون بده يخسرها الجسم حسب يعني توزع تماما. فهذا عم يعملنا كثير اثار سلبيه، يعني عم ينزل الوزن بس هي عم تخسر كتله عضليه، عم تخسر سوائل، اخر شيء عم تغسله هو الدهون. يعني الجسم الطبيعي ماني حسب الوزن طبعا، يعني كل وزن له رقم محدد، بس يعني بشكل عام تقريبا الجسم الطبيعي ما قادر يخسر اكثر من كيلو دهون بالاسبوع. صح تمام. يعني بس لحتى نرتب افكارنا طبعا. اول شيء عم تعانوا منك اختصاصيه تغذيه السوشيال ميديا بمعلوماتها المغلوطه جدا. ثانيا انه انا طبقت دايت معين نفع معي، اخذته من رفيقي بدي طبقه انا رفيقي ورفيقتي وجارتي وما بينفع معه تماما. وهذا غلط، يعني كل شخص لازم يكون له نظام غذائي محدد، بجوز عنده حاله مرضيه في عدد كالوريز معين لازم ياخذها، في حاله مرضيه لازم نراعيها، في عمر لازم نراعيه، في شغل، في رياضه، أوكي في أوكي. كل هيدي الشغلات لازم نحطها بالحسبان لحتى يكون هذا النظام الغذائي مناسب. طيب بس ما اخذناها بالحسبان واشتغلنا شيء دايت قاسي واشتغلنا شيء حرمان واشتغلنا شيء كثير صعب، رح الجسم رح يتعب، رح يرجع يزيد الوزن بشكل كثير تماما، وممكن يثبت الوزن بمنطقه بحد معين وما بقى ينزل ابدا. لانه الدهون بتصير معنده، الجسم بيدخل بحاله من بتشبس بالدهون بفكر حاله فات بستارفيشن مجاعه يعني. فما بقى بيخسر ما بده بقى يكسر من الدهون تماما 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 تماما. فهي كلياتها غلط يعني. صح. خلينا نشتغل شيء صح ستيب باي ستيب. خلينا نحكي بالصح. طيب تعال نحكي بالصح كمان. نحكي بالصح. كثير من الناس بيخافوا من الدايت والريجيم، بيقول لك واحد مكلف، انا بدي اصير اكل بابايا وكيوي وافوكادو وجيب هالامور. اثنين بخاف من الدايت، بيقول لك رح احرم حالي من الشغلات الطيبه اللي انا بحبها. وثلاثه واهم شيء بخاف من الدايت، بيقول لك انا امتى بدي بلش اخذ نتائج. شو الحلول بهالثلاث نقاط؟ اول شغله المكلف،
هلا ما في حدا عنده سمنه الا ما كل يوم المساء بجيب متكلف على السناك والفاست اوفر لك فاست فود والى هنالك. فخلينا نحن هدول الدفع اللي عم ندفعه ندفعه على الجود فود، على الاكل الصحي، تمام. ومع هيك ما ضروري انه يكون نحن ناكل الافوكادو وناكل الاكل المانجا وناكل الاكل الغالي، لا، فينا بشغلات بسيطه فينا من طبخ البيت نفسه، بس نحدد يعني بدال كميات مثلا كميات معينه، نوعيه معينه. يعني انا مثلا بانظمتي في كثير اشخاص بيجوني بهذا بيطرحوا علي فكره انه ما بدي شيء مكلف، ما بدي شيء، فبحاول صير حط لهم شيء من طبخ البيت. يعني مثلا بدال ما تعملي الرز تحطي عليه مثلا ثلاث ملاعق زيت مازولا وهيدي، اعمليه مسلوق وبهري واكليه، يعني اوكي ما انا هالمشكله، تمام. فبنحاول نستعيد عن الامور السيئه الضاره بالصحه بشيء صحي باخف الامكانيات، يعني باخف الليدي. هاي قصه مكلف تماما. الشغله الثانيه، شغلك الثانيه كانت انه انا امتى بدي اخذ نتائج، امتى بدي اخذ نتائج. هذا الموضوع يعني دائما نحن بدنا نحط هدف. الهدف مثلا انا ما بدي تكون حط وزن مثلا ببالي بعد شهر انا اخذ انزل مثلا 10 كيلو، خليني انا بعد شهر شوف انا مثلا السايز تبع بطني نزل، مقاسي نزل 3 4 سم 5 سم، هون بيصير انا عندي هون هذا النتيجه اكيد رح نحصل له. الوزن ما ضروري نحصل له انه 5 6 كيلو او 10 كيلو بالشهر، بس اما فرق المقاسات اكيد رح نحصل له. فخلينا نركز على المقاسات اكثر، خلينا نركز على شيب الجسم بشكل اكثر، خلينا ما نعتمد حميه قاسيه تخلينا نتعب ونمل ونضطر نبدل ونفقص الريجيم وما استفادت عند هالدكتور. هي ما استفدت عند الدكتور، بتكون هي بدها تطلع حجه من شان ما تطلع منها هي تطلع. والله انا بعرف قسم من هدول الاشخاص كثير بنواجههم، يعني رغم انه في كثير محبين وفي كثير يعني استفادوا مشتركين بيستفادوا كثير، يعني ريجيمه صعب، ريجيمه مكلف، صار في عندي نقص فيتامينات ومعادن، ايه ما بينتبهوا لهي النقطة. ايه كثير بنواجه هي الشغلات، بس الحمد لله هلا انا مثلا عندي الايجابيات كثير كبيره، يعني الشخص الايجابيين الشخص اللي عم يشوفوا نتائج كثير كثار، الاشخاص السلبيين اللي عم هي هو المشكله منهم عم بتكون، هن بدهم يلاقوا اي حجه فمشان ما يحطوها بظهرهم هن بيحطوها بظهري انا او بظهر اي استشاري تغذية اخر. يعني هدول الاشخاص اللي بيكون هن عندهم ضعف بالثقه خلينا نقول وما عندهم إرادة قوية لحتى فعلا يتابعوا بهذا الموضوع، رح ننتقل للشغلات اللي لازم نبعد عنها أثناء الرجيم والشغلات اللي لازم نعملها خلينا نقول لايف ستايل أنا تمام. ما بعملها وبعملها. أوكي. هلا هو الدايت إذا بدنا نكون واقعيين هو 50% منه لايف ستايل. أوكي. يعني أنت إذا ما غيرتي اللايف ستايل تبع حياتك صعب كتير تلتزمي بالدايت، يعني افترض حدا بيسهر للساعة 5 6 الصبح ضل عم ينقرش ضل عم ياكل وبتتغير عنده هرمونات الجوع والشبع وفيق متأخر وبضل جوعان كل النهار وبصيبه وهن وتعب، يعني نحن الشخص الطبيعي لما بيسهر ثاني يوم بضل تعبان حتى لو أكل حتى، كيف واحد مشيان على دايت وعم يسهر مثلا وما عم ياكل من ال 11 مثلا للساعة 5 6 الصبح؟ بيجوني كثير هيك أشخاص كمان إنه يا أنا دكتور تعبت، أنا دكتور كل عم تنامي منيح؟ لا ما في استقلاب اثناء النوم، ما في استقلاب، ما في هرمونات عم تتنظم، ما في هي، في جوع، في نخرشه بالليل، في اكيد يعني ودخان ومشاريب ومشاريب كلياتها. هذا الموضوع مثلا هي مثلا موضوع النوم. الاشخاص مثلا ما بيوزعوا وجباتهم بشكل صحيح خلال النهار، ما بتتنظم عندهم هرمونات الجوع والشبع، يعني انا خلص بفطر كل يوم الساعه 8، خلص كل يوم الساعه 8 بدي افطر بدي افطر شو ما كان، خلص لازم افطر بهذا الوقت، اذا ما افطر بهذا الوقت رح جوع لوقت ثاني، رح اضطر اكل وجبه كبيره، رح تكون في شرع اتخم حالي. لا خليني انظم وجباتي، فطور غدا عشاء سناك بيناتهم، هيك بيكون افضل. العشاء امتى لازم يوقف؟ امتى لازم يخلص عند اختصاصي التغذيه؟ ما عندي مشكله، بس ما يكون العشاء، نحن ما عندنا مشكله كثير، هي يعني بيقولوا احيانا بعد أنا ما الستة تتعشي عالم بعد الستة. لا ما في مشكله، تعشي بس تعشي ضمن الكالوريز اللي انت لازم تاخذيها خلال يومك.
يعني انت عندك مثلا 1800 كالوري تماماً. لا تطلع اذا ضل عندك مثلا 200 كالوري كلي فيها العشاء ان شاء الله تكون الساعه 12 بالليل ما في مشكله. بس مثلا حاول نبعد عن النشويات والسكريات بالليل لانه بالليل ما بخاف الجسم بيدخل بحاله من الخمول ما بخاف يضل فيه هذا الحرق ما بضل فيه هاي النشاط بفوت بحاله تتخمر طول الليل تمام. لهيك ما في داعي للنشويات بالليل خلينا ناكل شيء يكون شوي خفيف يكون مثلا البان واجبان خفيفه مثلا لبن كثير منيح بالليل خيار بلبن تماما خيار بلبن يعني بلشت افتح الاسرار هي الوجبه الامثل للعشاء ايه عن جد يعني بتبورد بهالصيفيه وبتنعس وبتنعس تماما ختاما انا اذا بتسمح لي ضيف شغله والله القصه ما لها قصه فزلكه ولا قصه انه نحن عم نحكي شيء بكوكب زمردة قصة عم نحافظ على جسمنا اللي بنقدر نغيره هو جسمنا ما عم نقدر نغير الظروف هذا الشيء اللي رح يضل معنا يعني صحيح هذا الشيء الجسم بده يستمر أنا دائما بقول للكل انه جسمك رح يضل معك مستمر تمام شهوتك للاكل هيدي القطعه اللي اكلتها او هيدي الوجبه او هيدي خلص يعني احنا رح نروح على الحمام رح ناكلها او نروح على الحمام بعدها نتخلص طب نتخلص منها اما جسمك صحتك هي ضاله معي صحيح معك لقدام ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا ونتمنى هيك الصحه الجسديه والنفسيه لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا أكيد وهيك طبعاً. دوما نكون باشراق خارجي وداخلي شكرا لازم هلا وسهلا صباحك اهلا وسهلا فيك صباح